هنكمل معاكم ان شاء الله بقيه الاقسام بتاع. هدوكوا فكره عامه كده عن القسم الخارجي عندنا، اللي هو قسم الديكور خاصه في الخارجي. انا شرحت لكم ان ديت مصنعه من الدبليو بي سي، بيتقال عليها كيت كات، بتتحط خارجي برضو مضاده للشمس، مضاد لعوامل الجو عامه بصفه عامه، تمام. لونها ما بيغيرش، عليها برضو عروض. في برضو نوع تاني برضو من الدبليو بي سي، دي كلها عروض موجودة عندنا حصريا في مكان من النخبة. برضو في ده برضو كيت كات، أشكال تانية وألوان تانية، تمام. في هنوريكم حاجات تانية عندنا، القسم اللي هو قسم النجيلة ده برضو عندنا بالسماكة. في عندنا سماكة 30، في عندنا سماكة 40، في عندنا سماكة 50. برضو من ضمن القسم برضو عندنا اللي هو النجيل، نجيل الصناعي موجود عند متوفر عندنا، سماكة 30، سماكة 40، سماكة 50، برضو عليه عروضات. كل ده صناعة صين وصناعة فيتنام، موجود نفس العروضات برضو. كل شيء هنا موجود في الخارج يبقى عليه عروضات. برضو عندنا قسم الرابر، قسم الرابر ده اللي هو السفنج، تمام. بيستخدم عندنا في، يستخدم داخلي يا خارجي. عندنا الجزء ده كله ده يستخدم خارجي زي الحدايق، حدائق العاب زي كده. في عندنا القسم الداخلي اللي هو بيستخدم في النوادي، بيستخدم في ملاعب التنس زي كده، برضو عليه عروضات، تمام. صناعة صيني. طبعا عندنا اللي هو الكلادينج، الكلادينج برضو بيتحط في واجهات خارجي كله، في خاصيات برضو لها خاصية اليو في، طبقات الحماية 10 طبقات عشان خاطر يتحمل معاك الشمس والعوامل الجو، تمام. برضو الصناعة الصينية عندنا الضمان هنا، ضمان 10 سنوات. كل ده كده عليه تخفيضات. برضو ده كيت كات نفس اللي كان موجود بره بس ألوان تانية. برضو عندنا من ضمن القسم الخارجي اللي هي البرجولة، المظلة. عندنا أشكال من المظلة كتير، عندنا مظلة قياسية، عندنا مجدولة، عندنا شطرنج، الدومينج، المغلقة، عندنا كتير من أشكال المظلات. طبعا بتختلف سعرها باختلاف الحجم، هي في منها 3 في 3، في 3 في 4، في 4 في 4، في 4 في 6، على حسب المساحة عندك. وعندنا متخصصين، مهندسين متخصصين في التركيب عند العميل. في عندنا قسم متخصص بيطلع يشوف المقاسات عندك، بيقيسها وبيشوف انت هتحتاج ايه المقاس المناسب ليك، وايه الشكل اللي انت عايزه، وبيقول لك التفصيل بالظبط، وبيعرفك سعرها كام، تمام. في عندنا من ضمن برضو القسم الخارجي عندنا حاجه اسمها الديكنج. الديكنج ده اللي هو الارضيات، الارضيات زي كده، الارضيات الخشبيه تقدر تحطها عند مسبح. كل ده خارجي، مسبح، ارضيه موجوده خارجي في الاحواش تقدر تسويها، تقدر تعملها اشكال زي كده، تطعم منها زي كده، تعمل اشكال اللي هي حبه بحبه، يعني حبه نجيله على حبه من الديكنج، تمام. برضو عندنا مسؤولين تركيب متخصصين، مهندسين على اعلى مستوى. في عندنا المهندس اسمه مهندس محمد عبد اللطيف، من احسن الناس اللي ممكن الواحد يتعامل معاهم، جيد جدا في شغله، تمام. وبرضو زي ما انا قلت لحضرتك، انت لو بتحتاج مقاسات، عايز حد ياخد لك المقاسات، عايز تختار الشكل اللي انت عايزه، بتروح عامل عندنا طلب زياره. برضو ده عندنا موجوده في مكارم النخبه، بتعمل طلب زياره، بيجي لك المهندس يوريك الاشكال اللي عنده، بيديك تصميم، لو انت عندك تصميم بتعرفه تقول له انا عايز كده، بيجي ياخد عندك المقاسات، بيعرفك الاشكال اللي انت حاببها، وبيعرض عليك برضو افكاره، بيعرفك ايه الانسب ليك وايه الاحسن ليك، تمام. كل ده عندنا موجود في قسم الخارجي، كل ده كده قسم خارجي، كل اللي هنا ده عليه عروضات. فان شاء الله باذن الله تشرفونا وتنورونا، ونعرفكم العروض اللي عندنا، ونعرفكم في كمان عندنا الزرع ده برضو ممكن ان شاء الله باذن الله، يعني لما تنورونا ان شاء الله نديكم زرع ان شاء الله مجانا مع القسم. ف ده فكره سريعه عن القسم الخارجي. وعندنا اشكال تانية من المفروشات، مش على قد دي بس، في عندنا حاجات تانية ان شاء الله، وبنعرضها واحدة واحدة بإذن الله. وننتظركم بإذن الله في مكارم النخبة، وإلى اللقاء.